سيغ لاشين. اليوم جيتكم بـ اون نوفيل فيديو كطلبتها مني ابوني، اللي هي روتيني العناية بالبشرة الجافة. دونك كيما تعرفوا بلي لاكو تاعي ساش، وشاك سيمان ندير ان نيتواياج دو بو، نديرها هاد نيتواياج دو بو تاع اليوم نديره مرة في السمانة. دونك راح نوريكم كاع لي برودوي اللي راكو تشوفو فيهم هادي في هاد السلة، نوريهم لكم كيفاش نستعملهم خطوة بخطوة، ونهضر لكم عليهم واحد بواحد. دونك الا بغيتي تشوفي ماي سكين كير روتين قايم على فيديو. دونك البنات، اول خطوه في سكين كير روتين تاعي هي اكيد تقشير البشره ولا تقشير الوجه. دونك انا اونس ماما نستعمل طريقتين في تقشير الوجه. الطريقه الاولى اللي هي هاد لو غوماج تاع فاك ديكلا من عند لا مارك اليس، الي اكسيلون وفيه لي غرام بزاف، يجي كيما هكا صفر من الداخل. هذا اويل دافوكا، علاش عجبني؟ باسكو غاني بلي غران، يعني فيه لي غران غلاد، ويمكنك باش تقشير لابو تاعك بلو بروفونديمون. انا نموت على هاد لو غوماج، بزاف بزاف شباب. باغ كونطخ ماسك تاعي هدرت عليه في لا فيديو تاع مي فلوب لي فاتت. لو دوزيام غوماج لي نستعمله هو ان غوماج تخي ناتورال، فيه ويل دو كوكو بيغ وفيه شويه قهوه، قهوه عاديه اللي نطيبو بيها. ها هو لو ويل دو كوكو. كنت ديجا درت لكم اون فيديو فول على استعمالات وفوائد زيت جوز الهند، تلقوها في القناه. دونك هاد لي بوط علاش دائما نقول لكم ما ترموهمش؟ باسكو تحتاجوهم. كيما هكا كي ندير دي غوماج ولا دي ماسك خلطات ناتشورال يعني طبيعيين، نلقى هاد لي بوط شارغين باش ندير فيهم. كيما هاد لو غوماج تاع القهوه تقدروا ميم تستعملوه لو كور، يجي كيما هكا. ها هو كيفاش يجي. دونك ويل دو كوكو بيغ خلطته مع القهوه ومحتفظه به في هاد البواطه. دونك هذا تقدر تستعمليه حتى لدو فوا تخوا فوا باغ سومان. انا ندير اون فوا باغ سومان حتى لدو فوا منكطاش. دونك هذا بالنسبه لتقشير البشره. نسيت هنا تاني، تقدري ديري شويه سكر. دونك ديري شويه قهوه شويه سكر، مغرف صغيره تاع قهوه ومغرف صغيره سكر، وديري مغرف صغيره تاع ويل دو كوكو. دونك تبغي ديري كميه كبيره تحتفظي بها، هادشي يرجع لك. سينو الا بغيتي حاجه ان غوماج يعني بسومه معقوله و ايفيكاس، ننصحك بهذا اليس، الي اكسيل. دونك البنات، الخطوه المواليه مور عمليه التقشير هي الماسك. راني اون سمون نستعمل هاد لي دو ماسك. هذا القناع الطين الاخضر، هذا كنت شريته في لا فيديو اول تاع لي سات تاع الماغازان سات مارك اللي وريتها لكم، واستعملته يا البنات هبال هبال هبال. الي اكسيلون، راكم تشوفوني مستعمله منه ريحته تهبل، واون بليس ما يديرش غالي، يدير 900 برك 90 دينار. بزاف شباب، تحسي لابو تاعك نقيه وتحسيها فريش كيما يقولوا، وريحته مانيفيك ما عندي ما نقول فيها. دونك هنا عندي تعليق صغير فقط، صحاب لابو سيش كيفي. نعطيكم معلومه بلي الطين الاخضر ولا الطين الاحمر يعني الطين بانواعه ينشف لابو. دونك حنا لابو تاعنا ساش ويزيد ينشف هنا، دونك ما تكثروش من الاستعمال تاعه، مره في السمانه تكفي. هذه بالنسبه لصحاب البشره الجافه. موراها نستعمل هاد لو ماسك اكليرسيسون تاع سكينيان. هذا هدرت عليه في سناب بزاف، سقسيتوني عليه في سناب. هذا ريحه الليمون تسكر فيه، فيه ريحه الليم بزاف 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 هايل. شوفوكم راني يعني من صفاته، الي اكسيلون. لي بري و لي مارك تاع هاد المنتجات اللي نستعملهم بيان سور خليهم لكم اون بار دافورماسيون، اختصارا للوقت باش ما تجيش لا فيديو طويله. دونك هادو لي دو ماسك راني نستعمل فيهم اون سو مومون، لي هو ماسك اكليرسيسون تاع سكينيال و لو ماسك تاع الطين الاخضر. البنات، بعد الخطوه المواليه مور الماسك، نغسل هذاك الماسك بالماء سواء دافي سواء بارد. هكا الماء بارد ينشط الدوره الدمويه، ما تغسلوش بالماء سخون باسكو يدير لي غيد. دونك هذه نصيحه كونسيرنون باش تغسلوا وشكم. انا هنايا نستعمل اون سمو موراها لو جيل نيتوايون وايت بيرفكت تاع لوريال، هذا هدرت عليه ميرانا ما تكرارا بلوتو باردون. الي اكسيلون هذا لو جيل، بزاف بزاف شباب، حسيته خرج عليا الشوالا ينشف لابو شويه، مي بزاف هايل ينقي تخي بيان لابو. ونستعمل هاد لابغوس نيتوايونت، تلقوها ان بو باغتو هانيا، ونابليكي ندير شويه هنايا ونابليكي لو جي نيتوايونت تاعي عادي، ومن بعد نشل الوجه قلت لكم بالماء دافي ولا بالماء بارد.
بعد ما نغسل وجهي بلو جيل نيتوايون تاع لوريال بلا بروس نيتوايون هذيك الكتريك، نستعمل موراها الخطوه التاليه اللي هو الترطيب ولا ليدغاتاسيون. هادو لي 3 كريم اللي نستعمل فيهم اس مومون. باغ كونط هاد الوسطانيه ما عجبتنيش، هضرت عليها في مي فلوب. في النهار هكا في الدار نستعمل هادي لا نيفيا سوفت، درت لكم توت اون فيديو عليها، فهمتكم كيفاش نستعملها وجاوبت على اغلب الاسئله الشائعه اللي تجيني كونسيرنون هاد لا كريم ايدراتون. وفي لو سوار نستعمل هادي تاع كاليدا، غادي نستعملها يوميا في الليل، الي اكسيلونت، ما عندي ما نقول فيها، بزاف بزاف شابه. باغ كونط هادي كريم دو جور تاعهم ما عجبتنيش، وكريم دو نوي عجبتني. الخطوه المواليه مول ايدراتاسيون ولا ترطيب تاع الوجه ولا تاع الفيزاج، تجي لو كونتور دي زيو ولا اللي عندها ليستان كيما انايا. نقول لكم شاني نستعمل، نستعمل هذا لو غول اون تاع ناتالوي، كل يوم نستعمله في الليل، هما دايرين دو فوا بار جور، انا نستعمله اون فوا بار جور في الليل قبل ما نرقد. و هدرت عليه سوغ توت اون فيديو، هدرت لكم عليه بالديتاي شافيه شمافيش وكيفاش تستعملوه وين تصيبوه. و تاني نستعمل ويل دو كاروت، نقص كيما نقولوا دائره هكا صغيره، ديسك دو كوطون، نقصها على 2 ونغطسها في هذا الزيت، نرشها ونديرها تحت عينيا اون دوميير، ومن بعد نقلعها ونغسل وجهي عادي. هذا تاني مليح، زيت الجزر معروف باللي مليح للعين ولا للنظر بصفه عامه، باسكو فيه فيتامين ا. وعندي هاد لافازلين بور لا بروتيكسيون دي لافغ باش نيدغاتي بيان سور لي لافغ تاعي. واخر خطوه في النيتواج دو بو هو ليدغاتاسيون تاع لي مان. بون انايا ما قلت لكمش حاجه، هذاك لو غوماج تاع القهوه وويل دو كوكو بيغ تاني نديره في يدي باش ندير تقشير تاع اليدين، وموراها نيدغاتي بهاد لا كريم دو مان تاع لو بيتي مارسيي بور لي بو تري سيش، مخدومه بور دو كاريتي ولامون دوس وويل داركون. الي مانيفيك، بزاف 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 شابه، ما عندي ما نقول فيها، الي اكسيلونت. سي ما ميور كريم دو مان اللي جربتها كاع في حياتي، بزاف بزاف شابه. ولود غوز يبقى اختياري، كي تكتفي فقط دير اود غوز دي فوا، ما نديرش كاع كريم ايدراتونت ولا ندير هادو بور لو كونتور دي زيو، ندير جوست الرش شويه اود غوز ولا ماء الورد. هذا تاع ايليس الي اكسيلون، بزاف شباب عجبني. وكاين تاع سامبل تاني شباب كملته، وراني دروك نكمل في هذا تاع ايليس. دونك تقدري تستغني، ماشي تستغني مي دي فوا هكا كي ما يكونش عندك ولا ديري تكتفي، ماشي تستعملي تكتهفي بلو دروز، ترشي بيه كاع وجهك وراح تحسي يعطيك اون فريشور ويزيد يعني ينشط لك لا بو تاعك. فوالا، دونك هادي هي البنات مع سكين كير روتين اللي راني ندير فيها اون سمومون. وريت لكم كاع لي برودوي خطوه بخطوه، لي مارك ولي بري نخليهم لكم اون بار دافورماسيون. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تابوني وتشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتابعوني على لي ريزو سوسيو. وعندكم اقتراح اي استفسار ترسلوني ولا تخلولي في التعليقات. ما كاش كاع مشكل، راني هنا باش نلبي الرغبه تاعكم. نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، ونتلاقاو مع اون اوتر فيديو جديده بلوتو، وان سوجي جديد، وباي باي.